كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث استقبل المطار اليوم طائرة مساعدات قادمة من تركيا تحمل على متنها 53 طنا من المواد الغذائية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. واستقبل مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي 547 طائرة، من بينها 447 طائرة تحمل أكثر من 15,000 طن من المساعدات المتنوعة مقدمة من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، هذا إلى جانب 100 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء. وللمتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، آخر المساعدات التي وصلت لديك في مطار العريش لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة؟ تحياتي لك إيمان ولكل السادة المشاهدين. تستمر المساعدات الإنسانية في تجهيزها لإرسالها إلى معبر رفح، وكان آخر ما وصل إلى مطار العريش كما ذكرتم الطائرة التركية التي تحمل على متنها 53 طن من المساعدات الإغاثية والبطاطين، والتي ذهبت بالفعل وتم انتهاء حمولتها في مخزن الهلال الأحمر المصري. لكن ما ذكرتموه من أرقام يؤكد الدعم الأكبر والأقوى للأشقاء السودانيين، وهو أن يأتي من مصر بتقديم كل هذه المساعدات الإنسانية. وأضيف على هذه الأرقام أيضا حجم المساعدات التي قدم في الجانب الصحي والمتعلق باستقبال الجرحى والمصابين. حتى هذه اللحظة منذ أن استقبلت مصر الجرحى والمصابين تخطى 2000 مصاب، استقبلهم 25 مستشفى من أصل 37 مستشفى خصصت للأشقاء الفلسطينيين. نتحدث عن أن مستشفى العريش فقط استقبلت 420 حالة، قدم لهم كل الخدمات الصحية والعمليات المختلفة، وهي على أتم استعداد لاستقبال مزيد من المصابين والجرحى الذين يأتون عبر معبر رفح. هذا بالإضافة إلى حجم الشاحنات الذي يدخل أيضا من خلال بوابة معبر رفح المصري. نتحدث عن أكثر من 10,000 شاحنة منذ 21 من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة، والاستمرار في دخول أيضا شاحنات الوقود. نتحدث اليوم تحديدا دخول 6 شاحنات وقود من بوابة معبر رفح المصري، نتحدث عن 4 شاحنات وقود بالإضافة إلى شاحنتين للسولار. ويستمر أيضا الدعم المقدم سواء الدعم النفسي أو الإنساني داخل بوابة معبر رفح لمن يتم استقباله من الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانيات السكنية والصحية المختلفة والدعم اللوجستي المختلف في مدينة العريش من المنظمات المختلفة التي تعمل على مدار الساعة لتجهيز أكبر عدد من المساعدات وتجهيز أكبر عدد من الشاحنات، وتحديدا أيضا الجمعيات والمنظمات التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون بالطبع مع جمعية الهلال الأحمر المصري ونظيرتها الفلسطينية لاستقبال مزيد من المساعدات. كما ذكرنا أنه أيضا الطائرات التي ذكرتها التي تحمل الوفود والزيارات المختلفة، كل هذه الزيارات شاهدة على المجهود المصري الذي يتم بذله في مدينة العريش والتطوع الذي يكون من جمعية الهلال الأحمر في تجهيز المساعدات وإرسالها. الكل أشاد بالجهود المصرية في هذه المساعدات، وكان آخرها الوفد الدنماركي الذي وصل منذ أيام والتقى بمحافظ شمال سيناء واطلع على حجم المجهود الكبير. وربما أيضا غدا ستستقبل مدينة العريش الوفد البرلماني الفرنسي، وهذه زيارة هامة للاطلاع على المجهودات المصرية والمطالبة أيضا بوقف إطلاق النار. ستكون هذه الزيارة أمام معبر رفح، وهي تتزامن أيضا مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية في زيارة لمنطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، نظرا للمجهود الكبير الذي تبذله مصر في المساعدات الإنسانية وأيضا في الجهود السياسية والدبلوماسية التي تدعو دائما إلى وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. فبالتأكيد كلها جهود مهمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أشكرك من العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.